هو فعلا السحر بيتجدد؟ طب هو الشيطان لما يخرج من جسمك ازاي ان هو يقدر يرجع ليه مرة تانية؟ طب ايه هو اساسا سبب دخول الشيطان للجسد؟ كل دي اسئلة اكيد دارت في فكرك قبل كده مرات كتيرة قوي، واكيد ده اللي بيشغلك طول الوقت. فعشان كده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودوس لايك واعمل مشاركة، وتعالى اقول لك القصة كلها في دقايق معدودة، بس عايزك انك انت تجهز لي كوباية مية زي دي عشان نخدر بيها خادم السحر باذن الله جل وعلا. وعايز اقول لك لو انت مصاب بسحر الشيطان ده هيحضر في جسدك، وهتبص تلاقيه بيدي اشارات ان هو فعلا موجود في الجسد. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليني اكلمك عن موضوع تجدد السحر. صديقي العزيز اختي الكريمه، لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم، وده اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجراه بالجوع. فعشان كده السبب الرئيسي اللي بيخلي السحر يتجدد ليك انك انت ما بتسميش الله جل وعلا عند الطعام، وبتحمد ربنا سبحانه وتعالى بعد الطعام. شوف كده اي انسان مسحور قدامك واساله السؤال ده وخليه يجاوبك بامانه، لو هو لسه ما بداش في علاج السحر بتاعه او لو هو غفل عن علاج السحر، قول له انا عايز اسالك سؤال، انت لما بتيجي تاكل بتسمي ولا بتغفل عن التسميه؟ هيقول لك ياه، ساعات وساعات. دي الاجابه اللي هتسمعها منه، لكن الساعات والساعات ديت بيكون الغالب ان الشخص ده بيغفل عن ان هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى وقت الطعام، وبعد الطعام يحمد ربنا سبحانه وتعالى. ان لما الانسان يسمي ربنا تحل البركه في الطعام ويحمد الله جل وعلا، يبارك الله عز وجل في هذا الجسد. لكن الانسان لما يغفل عن ذلك فالشيطان هو اللي بياكل معاه. فعشان كده السحر بيتجدد بالسهوله ديت. والسحر ايضا ممكن ان الشخص ما يقدرش ان هو يتواصل معك، بمعنى في لحظات كتير جدا لو انت مسحورة هتبص تلاقي ان في واحدة من قرايبك او واحدة مثلا على انت معرفة بيها، لكن للأسف الشديد كلهم بيكونوا من القرايب، وكلهم بيكونوا من الدائرة اللي احنا بنعرفها، وكلهم بيكونوا من الاشخاص اللي احنا بنحسن ليهم. وده اللي بيعمله الشيطان عشان يقطع صلة الرحم، لان الشخص اللي عمل لك السحر ده ربما ان الشيطان تلبسه، فالانسان ده نسى نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى، وشاف ان هو الحج ان كل الخير اللي انت موجود فيه يكون ليه ولاولاده، فيقوم يعمل لك سحر عشان ايه؟ يخلي حياتكم متساويه مع بعض، فيدمر لك حياتك كلها راسا على عقب. خلينا نرجع لموضوعنا يا اختي الكريمه. بترفع عليك سماعه التليفون وبتقول لك ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه، ما سمعت صوتك من زمان، انت ايه احوالك، انت ايه اوضاعك. ثم بعد ذلك تبص تلاقي نفسك جالك صداع، جالك غثيان، الاعراض اللي انت كنت بتعاني منها كلها مثلا زي الضيق في الصدر، زي الدوخة، زي الخمول، انك مش قادرة تقومي من الفراش بتاعتك، كلها بقت تتكاثف وتتكاثر اكتر مما كانت عليه. وبالطبع ما بتعرفيش ايه هو السبب الحقيقي اللي وصلك لكل ده، لكن لو دققتي لدقايق معدودة هتلاقي ان السبب الحقيقي ان كان في واحدة حاقدة مبغضة قلبها اسود هي اللي قامت بفعل السحر ده ليكي، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. السحر يا جماعة الخير مش بيتجدد للأسف الشديد، السحر انت ما بتشفاش منه نهائيا، ولكن الراقي عشان يطلع بصورة كويسة معاك، خصوصا لو الراقي ده بياخد منك يعني أجر، بيقول لك السحر بتاعك اتجدد، وده طبعا لأنك انت مهمل في الأذكار. لو انت دققت لدقايق معدودة هتبص تلاقي ان السحر بتاعك ما اتجددش ولا حاجة، لكن للأسف الشديد الشيطان لازال موجود في جسمك. ممكن حد يسأل السؤال ده، طب ازاي ان انا اتخلص من الشيطان ده، وازاي ان انا بالفعل اقدر ان انا اخرجه من جسمي، وان ربنا سبحانه وتعالى يفكيني منه ومن اذاه ومن شره للابد، وما يرجعش ليا ولو للحظة مرة تانية. ده اللي انا هقول لك عليه. انا عايزك تحضر كاس مية زي ده، ولو حضرت كاس المية ده انا عايزك بس تكتب لي في التعليقات كلمة لا اله الا الله، عشان لما اشوفها اعرف انك انت وصلت لحد اللحظه ديت، فتلاقيني دوست ليك لايك على تعليقك، ثم بعد ذلك لما تشرب الميه وتكتب لي تعليق تاني اكون عرفت اسمك فاجاوب عليك، سواء عندك حلم او عندك سؤال في موضوع الحلقه اجاوبك باذن الله جل وعلا. هي دي طبعا اللي موجوده قدامنا كوبايه ميه، فهنبدا ان احنا هنأذن عليها الاذان الشرعي، فهنقول الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 3 آيات هنقرأه مع الماء الآن، وعايزك تشرب الماء وتقول لي اللي حسيته فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الآية الأخيرة بقى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. انفرس في الماء اللي قدامك 7 مرات بسم الله. 3 آيات اللي أنا ذكرتهم دول هتقرأهم صباح ومساء على كاس مية وقبل ما تنام وأول ما تصحى من النوم وتشرب المية ديت. لو أنت متابع أي رقية شرعية مع أي شيخ بالتالي السحر مش هتجدد ليك. ولكل وجهة هو موليها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين. وأي آية مقربة محببة إليك عن آيات السحر تقرأها على الماء ثم بعد ذلك تقول بسم الله. اشرب الماء كده هتلاقي طعمها متغير. بسم الله. بسم الله. الماء ديت يا اما هتلاقي طعمها مر يا اما حلو زي العسل يا اما ميه طالعه من تحت الارض. فايه الطعم اللي من الثلاثه علق معاك؟ اكتب لي في التعليقات عشان اشخص حالتك. لو عجبك المقطع ده دوس لايك واعمل سبسكرايب وشاركه اصحابك واصدقائك فالدليل على الخير كفاعله. دمتم في ود في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.